يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البراء بن عازب، ففيه يبشر المؤمن بمنزلته في الجنة وعكسه الكافر والفاجر يبشر بمنزلته في النار. السؤال: هل المؤمن العاصي يبشر بمنزلته في الجنة؟ نعم، ما دام انه ما خرج عن الإيمان، لكن يمكن يعذب في القبر وهو مؤمن، يمكن يعذب في القبر وهو مؤمن. نعم، لكنه لا يبشر بالنار وهو مؤمن وإن كان عاصيا. نعم.